الآن مشاهدينا ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك إذا سركيس. في البداية هل لك أن تطلعنا على آخر التغيرات فيما يخص مؤشر الدولار مقابل العملات الأجنبية، خاصة أنه شهدنا خلال الأيام الماضية بعض التذبذبات، وكان هناك يعني بعض الأداء الملفت لنقل للعملات الأجنبية. صباح الخير. بالفعل شهدنا تغيرات عديدة على مؤشر الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، وأود التركيز على الارتفاع الذي شهده مؤشر الدولار خلال تداولات يوم أمس الثلاثاء. فقد ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات رافقت حالة من العزوف عن المخاطرة وانخفاض في أسواق العائد المرتفع، والتي منها كانت أسواق الأسهم، وذلك بفعل تفاقم التوترات الجيوسياسية في آسيا وتحديدا ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تجاه زيارة المتحدثة الرسمية للبيت الأبيض إلى تايوان. هذا كله أكسب الدولار الأمريكي عزم صاعد، لأننا نعلم بأن الدولار يتم استخدامه كملاذ آمن وأصل لتصفية المراكز المالية من أسواق الأسهم. كذلك الأمر هذا الأسبوع نحن في انتظار بيانات اقتصادية غاية بالأهمية ستصدر من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هذه البيانات مؤشر ISM لمديري مشتريات قطاع الخدمات، وأيضا بيانات الوظائف الأمريكية التي ستصدر نهاية هذا الأسبوع. وبالتالي بعد الارتفاع الذي شهده الدولار الأمريكي يوم أمس، تداول هذا اليوم في نطاق متذبذب ونطاق ضيق، لأنني أعتقد بأن الأسواق المالية ستبدأ حاليا بترقب بيانات الوظائف الأمريكية، لأنها قد تكون أكثر أهمية من المعتاد، خصوصا بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي بأن الاقتصاد الأمريكي انكمش للربع الثاني على التوالي. لكن البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي بأعضائه يعتقدون بأن الاقتصاد الأمريكي ليس في ركود، وبالتالي بيانات الوظائف الأمريكية قد تكون أحد البيانات التي سوف تحدد حقيقة هل الاقتصاد الأمريكي في ركود أم لا، وبالتالي تتزايد أهمية هذه البيانات، مما يجعل الدولار الأمريكي يتحرك ضمن النطاقات المحدودة لهذا اليوم. يعني ولكن سركيس، يعني أيضا المتابع للبيانات وأيضا الاقتصاديين في أمريكا، عندما نتحدث عن البنوك المركزية في الولايات المتعددة، هناك ترقب لي أيضا يعني حركة الأسعار والتغيرات، يعني هل هناك ترقب لي أن يكون هناك بعض التغيرات على أرقام التضخم، فبالتالي هل ستكون إجراءات الاتحاد الأمريكي فعليا فعالة وناجحة لكبح جماح التضخم، فبالتالي التأثير على الدولار بشكل مختلف وأكثر تشددا؟ الآن اقتصاديا رفع الفائدة الكبير الذي أجراه الاحتياط الفيدرالي الأمريكي قد يكون عامل مساعد ومهم لخفض الأسعار، وهذا قد يخفض معدلات التضخم. لكن معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا هو الأعلى منذ أكثر من 40 عاما، فوق 9%. بالتالي باعتقادي أن يستطيع الفيدرالي الأمريكي خفض التضخم بسرعة، قد يكون هذا أمر مستبعد، حيث أن الاقتصاد قد يكون بحاجة لأكثر من سنة حتى تعود معدلات التضخم إلى المستويات التي يرغب فيها الفيدرالي الأمريكي عند 2% كمتوسط بحسب مؤشر الكور PCE. من ناحية أخرى، المشكلة التي يواجهها الفيدرالي الأمريكي حالياً هي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي، فقد بدأت البيانات الاقتصادية تؤكد بأن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ وتظهر احتمالات كبيرة لأن يتوجه للركود. بالتالي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يستمر برفع الفائدة فعليا، لكني أعتقد شخصيا بأننا لن نشهد رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس خلال الأشهر المقبلة، بل قد نكتفي برؤية 50 نقطة أساس شهر أيلول، ومن ثم 25 نقطة أساس فقط خلال الاجتماعين التاليين له. نعم. فبالتالي الفيدرالي الأمريكي قد يحتاج وقت طويل لخفض معدلات التضخم. نعم. بالعودة إلى القارة العجوز، عندما نتحدث عن اليورو أيضا ويعني قرارات الاتحاد الأوروبي لنقل، كيف تأثيره على اليورو في هذه الفترة، خاصة مع التوترات التي تحدثنا عنها الجيوسياسية؟ بالنسبة لليورو أمام الدولار الأمريكي تحديدا،
قد وصل مستويات إلى ما دون نقطة التعادل خلال الشهر الماضي، لكن حاليا يشهد اليورو القليل من الارتفاع. هذا الارتفاع أعتبره تصحيح طبيعي. فمن ناحية فاجأنا البنك المركزي الأوروبي في بعض التغير في لهجته والتوجه نحو التسديد، خصوصا بعدما رفع الفائدة 50 نقطة أساس. لكن البنك المركزي الأوروبي على الأرجح لن يستمر برفع الفائدة بشكل عنيف كما فعل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. هنالك موضوع مهم آخر إلى جانب التوترات الجيوسياسية، وهي مشكلة فروقات عوائد السندات بين دول منطقة اليورو التي يعاني بالحقيقة منها البنك المركزي الأوروبي، بل وأقر أيضا سياسات للسيطرة على أسواق السندات وكبح جماح السندات عوائد السندات في بعض الدول في منطقة اليورو مثل إيطاليا التي ارتفعت بشكل كبير. بالتالي الارتفاعات التي أجدها في اليورو مقابل الدولار الأمريكي هي نتاج تصحيحات الدولار الهابطة وتصحيحات أيضا اليورو الصاعدة. لكن كاتجاهات إجمالية فأمور البنك المركزي الأوروبي مقارنة بالاحتياطي الفدرالي الأمريكي واضحة جدا، وتجعلني أرى بأن الزوج كيورو مقابل الدولار ما يزال ضمن اتجاه هابط إجمالي رغم عدم استبعاد لقليل من التصحيحات الصاعدة له بين الحين والآخر. شكرا سركيز نزار، محلل أول أسواق مالية من إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.